Okay, dear students, how are you, dear students? Today we're going to do exercises about module number one. اليوم هو عبارة عن حل، راح نقوم بحل التمارين حول المديول رقم واحد. Okay, هي طبعا تشمل includes unit number one, unit number two, and unit number three. الوحدة طبعا هي المديول الفصل الأول بيشمل ثلاث وحدات، الوحدة الأولى الثانية الثالثة. Okay. Let's do some exercises. Yes. إذا نبدأ بحل التمارين، لكن قبل البدء نتكلم عن هدف الدرس. Okay, let's go on. What am I going to learn today? إذا ماذا سوف أتعلم اليوم؟ إيش بدنا نركز نحن هو doing exercises on module one. حل تمارين on module one حول الفصل الأول. الأوبجيكتيف الهدف من الدرس how to do exercises on module 1. ما راح نفصل، واضح الهدف شو من الدرس هو كيف سنحل التمارين حول الوحدة الأولى.